حكيم فنان مغربي مقيم بإسبانيا، ما فلتش بدوره من فخ كاميرا النجوم. غادي نشاهدوا كيفاش كانت ردود الفعل ديالو تجاه المقالب اللي تعرض لها. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أهل الفن. معنا في هذه الحلقة فنان أعطى الكثير في مجال الأغنية، يغني أغاني جميلة ويشطح معها، إنه الفنان الكبير حكيم. حكيم مرحبا بك. مرحبا بك. كي درتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. وكي درتي مع داك الشيء؟ أمان الله. وأش كتعاود؟ أمان الله، في أمان الله. فرحان بزاف في التواجد ديالي هنا في مسقط رأسي مدينة الدار البيضاء، وفرحان بزاف في القناة الثانية. كيفاش جات الفكرة أنك تبدا الغناء، تبدا تغني؟ اوف، ملي كنت اسمح لي تعاود سخفان مالك شويه ما كنتش كتمرن. علاش درتي اوف؟ ما حملتينيش ولا شنو؟ لا لا حاجه. شنو علاش قلتي اوف؟ علاش قلتي اوف؟ لا حاجه. اذا الفنان الكبير يعني حكيم اللي ما كنعرفوش عليه انه كيغني فريد الاطرش، حب دلو تسمعنا شي موال من فريد الاطرش. يا للغني للحب بعد بأوانه، خلي الحبايب اهيت قالوا ويدلالوا، يا حلوة الحلوين حبي ويسهري، ده الحب بين الناس، ده الحب بين الناس، الله الله يمحلله. يا 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 كيف ما كنتش غني؟ لا 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 كتمشيش معايا بحال هكا. ما كنت غني الحب ماشي على البكاء. بزاف بزاف رشيد. اذا فكرتوا في شي حاجه اخرى؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. شطات بيان؟ وما كرهتش تغني لي شي وحده على عليها، نقول لك سميتها وتغني لي عليها. ما كرهتش شي موال عليها. شي اسم نكون الباتول. باتول؟ لحم والدك. ما شفتيش كيتك على الباتول ولكن. يا ليلي يا ليلي يا البتول، يا يا البتول، يا البتول، يا 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 البتول. الله يحفظك، الله يخلي لك العزيز عليك. بارك الله فيك. قارنت بين الناس اللي غناو اغاني جميله اللي بقات راسخه، يعني غنيتي في الاسبان وغنيتي في المغرب وشديتي بيبليك كبير، يعني تبارك الله عليك. كيفاش بقى لك؟ الجمهور هو يعني بعد سنين ديال الجد والمثابره والاجتهاد وكذا، الانسان كيملك هذاك الجمهور، والجمهور حتى هو نفس كل واحد بالتجاوب. والحمد لله يعني مع السنين كلها الجمهور كيبغيني بزاف، وانا فرحان كثير لان في الحقيقه الباتول هي حاجه مهمه. انا عندي هاد اسيغناتورا بيندينتي كيما نقولوا في اسبانيا، يعني عندي هاد القضيه باغي ان شاء الله نغني شي اغنيه مغربيه. ويكون شي ملحن. شنو عندك؟ شنو عندك؟ سنغافوره؟ سنغافوره يعني اغنيه مغربيه. سيستم فاروكا تم تكشف. اسيغناتورا بيندينتي. اسيغناتورا بيندينتي بحال كنت خاصك مثلا درستي شي سنوات ديال شي حاجه مثلا في الجامعه وخاصك واحد حاجه ما كملتيهاش. بحال قلتي نيفو باك. هي السنغافوره ياك؟ ما هو منو؟ نعم، يعني تنشوفوا حكيم يعني كيغني بزاف يعني الاغاني، وكنشوفوا انك يعني بالسطح ديالك وداك الشيء كتلبس بزاف البريو. تمام. والسقلي، علاش كتلبس السقلي والشعر ما كاينش مدلي؟ هو كيدخل في
انا منين كنت في الاسبان شفت اغلبيه ديال الفنانين الكبار ديالهم تما كاين بزاف داكشي علاش كياتيرو لاتونسيون باي طريقه شنو رايك في الانشقاق انشقاق ديال اش ديال وجهك ديال الانشقاق بصفه عامه الانشقاق يعني جات من الشق كتشق لا جات من الشقيق خوك شقيق زعما الانشقاق هو الشقوقه فهمت عليك لا عمر ما ملي تشهرتي ما وليتش فيك تبعكيك لا ما نش ما وليتيش حاس براسك نو لان عرفتي هذا صافي نسالي الحوار اذا غنقول لك انا صافي بركه لان سالي الحوار دابا سالي الوقت وقول لي هذا الحوار هذا راه غيدوز شهر رمضان هذه الكاميرا اللي ماشي خفيه هنيئا للشهر المبارك للاخوان المغاربه داخل الوطن وخارجه وكنتمنى ان شاء الله يكون شهر غفران وشهر توبه وموده ورحمه.